التحدي التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قول لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه التحدي؟ اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده هنناقش موضوع من المواضيع اللي بتؤرق ناس كتير جدا، تحويل الشقق السكنيه الى مكاتب اداريه. يعني حضرتك تبقى شاري وحده سكنيه في عماره سكنيه، تكتشف ان في شقه منهم اتحولت لشركه او مقر اداري لمؤسسه او مركز او شركه ايا ما كانت، وتكتشف ان مش هو ده اللي انت، او مش هي دي العماره اللي انت متخيل انك تسكن فيها. تكتشف ان ناس طالعه وموظفين ومكاتب اداريه، امر مؤرق جدا لكثير من الناس. هناك وجهات نظر بتقول ان دي عمليه تجاريه، انا كصاحب منشاه او صاحب عقار انا ببيع الشقه وهو المشتري ممكن يخالف او ما يخالفش، دي حاجه خاصه بيه. وهناك راي اخر بيقول لا، الموضوع مرتبط بال صاحب الاساس او صاحب العماره السكنيه او المالك الاساسي، هو اللي بيحدد ان بيبيع الشقه او الوحده السكنيه وهو ضامن لهذا الامر ما دام او طوال مده التعاقد، او يعني حريص على ان تكون العماره عماره سكنيه. مشكله كبيره جدا، ناس كتير جدا بتتاذى من هذا الامر. النهارده نحاول ان احنا نطرح هذا الموضوع على اطار البحث ونشوف راي ضيوفنا الكرام في هذا الامر. سعدنا وشرفنا يكون معانا النهارده الاستاذ محمد عبد الجواد، مستثمر عقاري. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ، شرفنا النهارده بوجودك يا باشا. ومعايا على الجانب الاخر الكاتب الصحفي الاستاذ محمد وفيق الشطي. اهلا بيك يا استاذ محمد، مشرفنا. ربنا يخليك. اسمح لي يا استاذ محمد ابدا مع حضرتك مباشره واخذ تعليق حضرتك على الوحدات السكنيه التي يتم تحويلها الى مكاتب اداريه او تجاريه او غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بدايه الموضوع يعني شائك جدا زي مواضيع كتير احنا بنخش فيها غصب عننا دلوقتي نتيجه لاهتراء الاداره اللي احنا للاسف موجودين فيه بقالنا مده ومش عايز يتغير، مش عارف ايه السبب. يعني ايه اهتراء الاداره؟ يعني اداره مرتخيه. انا إدارة مش مين مرتخيه؟ اداره البلد كلها. شايف ان اداره البلد مرتخيه؟ انا حاسس ان المحليات مرتخيه لابعد حدود. تمام. المحليات مش شايفه شغلها. يعني دلوقتي حتى لما في وزير خد قرار ونزل قفل سنتر بتاع دروس خصوصيه اللي هو الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه السابق، تمام، بعد ما مشي انت ضهره من هنا السنتر اتفتح وكانهم بيتحدوا المحافظ نفسه. مفيش حل يا باشا غير ان الدوله تاخد شغلها، تشوف شغلها تعمل ايه، تقنن الموضوع. ما هو انا ما ينفعش دلوقتي ان يجي مستثمر عقاري يقوم مأجر لواحد الشقة على إن هي سكنية، طب فين عقد الإيجار؟ مش مكتوب فيه بقصد استعماله كذا؟ تمام. سكن؟ تمام. طيب أنا لو خالفت بند من بنود عقد الإيجار، عقد الإيجار بيحصل له إيه؟ بيعتبر مفسوخ عليه. يعتبر مفسوخ. أي مكان. لكن أجي أكلم المالك يقول لي لا أنا مالي، أنا أجرت له وهو غير. تمام، يعني شايف إن المشكلة تقع على المالك دايماً؟ او على صح الاداره الاثنين مع بعض، الملك والاداره او المحليات يعني. تمام. عشان نحدد. طيب دعني انتقل للاستاذ محمد. يا استاذ محمد خليني اطرح حضرتك نفس السؤال، تعليق حضرتك على تحويل الوحدات السكنيه، وانت حضرتك احد المستثمرين في هذا المجال، تحويل الوحده السكنيه الى مكاتب اداريه. بس خلينا قبل ما نجاوب هناخد فاصل قصير جدا اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى، فانتظروا. التحدي التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قول لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وما زلنا مع تحويل الوحدات السكنيه الى وحدات اداريه. يعني الشقق السكنيه في العماره السكنيه بيتم تحويل بعض الوحدات الى وحدات اداريه او مكاتب اداريه او مقر للشركات او مقر حتى كمان مراكز دروس خصوصيه. يعني اكتشف ان حضرتك في العماره اكتشف ان في شقه تحولت الى مركز لدرس خصوصي، وما ادراك ما هذا الامر. لا، وكمان ممكن كمان تحولت الوحده السكنيه الى مقر الحضانه. فيعني هناك مشاكل عديده في هذا المجال. كان سؤالي قبل الفاصل للاستاذ محمد عبد الجواد، بوصف حضرتك احد يعني المستثمرين في هذا المجال.
ما تعليق حضرتك على تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات إدارية، وأنت من يعني المتهم أو المعني بهذا الملف؟ أنت حضرتك بتحول الوحدات السكنية إلى وحدات إدارية، تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ده يا أستاذ سامح المفروض إن الجهات المختصة في هذا الأمر، أنا كراجل دلوقتي عندي شقة أو عندي حتة أرض بنيتها عمارة، جيت حضرتك صاحب شركة أجرت مني شقة أو وحدة سكنية أو أي حد آخر أو جاء أجر مني وحدة سكنية، أنا بأجر له وحدة سكنية، هو عايز يفتح نشاط محامي، يفتح عيادة، يفتح مكان دروس، يفتح أي حاجة، ده حاجة خاصة بيه. بس قبل ما بيعمل حاجة زي كده، وبعدين أنا ما بأجرش إن هو يعمل يخالف القانون أو يخالف المكان اللي أنا فيه، أنا ساكن في نفس العقار وفي سكان تاني في نفس العقار، في الدكتور وفي المهندس وفي الخبير وفي كل حاجة، فما ينفعش إن أنا أجيب مثلا واحد هيعمل مجال بالنسبة لي أنا أو بالنسبة لغيري إن هو يفتح عندي أنا في العمارة حاجة زي كده. إنما الأغلبية اللي ماشية في القاهرة كلها في التجمع الخامس وفي مدينة 6 أكتوبر وفي العاشر من رمضان وفي مدينة السادات وفي مدينة نصر، أغلبية الناس فتحوا وحدات السكنية كلها الدور الأرضي بالإجماع. صح ولا غلط؟ لا هو ده غلط، بس المفروض على الجهات المختصة إن هي تقاوم حاجة زي كده. يا أستاذي ما هي بتقاوم، وبعد ما بتقاوم أنتوا بتفتحوها تاني. يا أستاذي ما الراجل نزل قفل، ما الراجل نزل قفل هيعمل أكتر من كده. أنا بص حضرتك، أنا راجل، أنا مش فاتح، أنا راجل عندي عمارة. حلو الكلام. بعتها. حلو الكلام. أو عندي شقتين وبعتهم. العقد دلوقتي مش اختلف يا أستاذ محمد؟ لا. إزاي؟ أنا بايع سكني. بقصد استعمال سكن. بالظبط. في بند من بنود العقد سقط. يبقى العقد مفسوخ. ده حضرتك لازم تاخد دورك يا استاذ. حضرتك انا لو في ضرر علي انا او في اي حاجه تمس شخصيتي في هذا الموضوع، انا هلجأ على طول للجهات المختصه في هذا الموضوع. طيب طيب، خلينا يا استاذ محمد، يعني حضرتك يلقي الاستاذ محمد عبد الجواد الكره في ملعب الجهات، وليس هو يعني مش مسؤول على القصه دي. قال لك انا بعت الوحده السكنيه، وانت حضرتك بقى حولها ما تحولهاش، انا ماليش علاقه بيها، انا بعته وخدت فلوسي وخلاص استثمرت، وهذا مجال استثمار. لا. حضرتك بتقول لا، انت معني بهذا الملف، ما في مشكله، انت المتهم بهذا الملف، في مشكله يا استاذ. اتفضل يا فندم. احنا ما بنتكلم على البيع، بنتكلم على تمليك. ممكن هنا اقدر اقول له خلاص هو اشترى بتاعته، ما تقدرش تحاسبه. لكن لما تيجي تقول لي ايجار، طب اي مكان؟ لا ما ينفعش اي مكان. لا طب خلينا نقول بيع. طيب ايجار قد يكون هو متحمل هذه المسؤوليه. بالزبط. البيع، البيع ما قصدي دي حاجه انا اشتريتها، هو ما يقدرش يقننها لي. تمام. لان العقد مش هيبطل، ده عقد بيع. انا اشتريت، تمام، فخلاص انا بقيت مالك. يا استاذ محمد للوحدة. لو سمحت، في حاجه هنا حضرتك، الجهات المختصه اللي هي زي جهاز المدينه او الوحدات المحليه، ليه ما تقومش بدورها؟ انت حولت من سكن حضرتك، بتروح تعمل لك مخالفه او محضر، ليه ما بتجيب تعملش غلق للمكان فوري؟ يا بيه بتيجي تعمل غلق وتشيل العدادات وتروح تجيب العدادات. مش حاجه زي كده حضرتك يا بيه. ما احنا في المدينه اهو، احنا في مدينه 6 اكتوبر دلوقتي حضرتك، جميع الشقق فاتحه محلات، اللي فاتح زيوت، اللي فاتح تكاتك، اللي فاتح ورش، اللي فاتح عداد وبهيات، تمام، جميع المحلات، المطاعم، المحليات. فين فين حضرتك؟ فين المحلات؟ فين جهاز المدينه؟ المهم حاجه زي كده حضرتك، انت حضرتك قايم تراجل كراجل صحفي، دورك ان انت تكتب في الجريده بتاع حضرتك عن اللي بيحصل يا خبر في المدينه. وحضرتك ما شفتش اللي مكتوب؟ فين فين حضرتك؟ اللي انا شفته اللي حضرتك. لا يا لا، ده كتير. احنا بعيدا عن الهجوم الشخصي، بس خلينا بس ما يبقاش في هجوم شخصي. لكن حضرتك يا استاذ محمد يعني لا ترتكب المخالفه وتحمل الجهات بازاله هذه المخالفه. طبعا انت المعني بارتكاب المخالفه، انت حضرتك اللي حولت الشقه من سكني الى تجاري او الى اداري. انا ما حولتش. حضرتك اللي اجرت الشقه لشخص وتعلم يقينا، وتعلم يقينا انه سوف يستخدم هذا العقار او هذه الوحده السكنيه في امر اخر غير السكن، وبتامن نفسك بتقول لا انا كاتب بقصد السكن، لكن النيه والحقيقه انت تعلم ولا يا استاذ سامح؟ لو حضرتك انا دلوقتي بعت وحده سكنيه، ما بعتش وحده تجاريه او اداريه، انا بعت وحده سكنيه. طب يا فندم، وحده سكنيه حضرتك بعت وحده سكنيه. بالظبط. كلام جميل. اكتشفت ان حضرتك بعد ما بعت الوحده السكنيه والتعاقد المبرم بين الطرفين على وحده سكنيه، اكتشفت ان هو حوله لمكتب محامي. يا باشا ده حضرتك حوله لمكتب هندسي. حضرتك ده من على الجهات المختصه او المعنيه بهذا الموضوع ان هي تتحرك فورا. طب يا فندم، حصل ان عندك مخالفه؟ لا ما عنديش اي مخالفه، انا راجل بعت لحضرتك. انا بعت لك تمليك. انت اشتريت مني وقعدت بعد شهر، بعد اتنين، بعد سنه غيرت، انا ما يخصنيش، انت راجل اشتريت منه خلاص. انا ما لا يعنيني اي شيء في هذا الموضوع. انت حولت مثلا
مكتب محاماه. فين جهاز المدينه؟ حولت المستشفى. فين جهاز المدينه يعني يقوم بحاجه؟ فين رئيس الحي؟ لو في الحي السادس، في الحي السابع، في الحي الثامن، اي مكان، عشان في ما تخصصش المكان على مدينه ماشي الصورة. في اي مدينه على جميع الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه عامه، في جميع المحافظات. تمام. ده اللي حصل في الوضع الراهن. طيب يعني يا استاذ محمد، حضرتك جاي تحمل الاستاذ محمد عبد الجواد يعني اخطاء هو غير منوط بيها، وقال لك انا راجل ببيع او راجل باجر او راجل ايا ما كان، الطرف الاخر ارتكب مخالفه ايا ما كان، تحول الوحده السكنيه، الوحده الاداريه، الحضانه، المستشفى زي ما قال لحضرتك على سبيل الحصر، وقال لك انا ماليش، انا مش معني بالكلام ده عشان توجه له اتهام. المعني هو امر اخر. حضرتك قلت لا، انت معني بهذا الملف. كيف يكون له يعني دور في هذا الموضوع؟ ما هو بص، زي يا استاذ سامح، زي اي حاجه بندخلها في 30 تفريعه عشان نطلع منها بحل. يا فندم رد عليه. تمام. والراجل بيرد على حضرتك، انت مش يعني انا دلوقتي بتكلم استاذ محمد، يرجعني للجهاز المفروض رئيس الحي. طب لو الشركه دي محطوطه يافطه على باب شقه، رئيس الحي هيطلع عماره؟ مفيش يعني هو الراجل مش عمارتك. يا استاذ محمد، اقول لحضرتك، انا جيت يا استاذ محمد اشتريت عند حضرتك شقه. تمام. حضرتك انا عارف انا ساكن فين، والقطعه بتاعتي رقم كام. جهاز المدينه عنده كل الارقام بتاع المحلات دي، او اي وحده محليه عندها ارقام البيوت. طب او ارقام العماير. طب بلغ بيه يا استاذ. حضرتك انا ما بلغش دلوقتي. يعني لو انت يعني ايه ما بلغش؟ لو في مدينه حضرتك في رئيس حي موجود، يعني لو في مدينه زي مدينه السادات، زي مدينه 6 اكتوبر، أي زي التجمع الخامس، اي مكان على مدار حضرتك كده بتخالف حضرتك وحده محليه. على فكره حضرتك كده بتخالف القانون. انا حضرتك علمت بجريمه علم اليقين ولم تبلغ بيها. ده انت بتلبسه. ده هو اللي بيقوله. ده هو اللي بيقوله الله. حضرتك علمت بجريمه علم اليقين ولم تبلغ بيها. انا ما علمت. انا ما فيش. انا بص حضرتك، انا ماليش معنى او ماليش صفه في هذا المكان. ازاي يا بيه؟ انا بعت شقتي. انت مواطن مصري. انا بعت شقتي. انت مواطن مصري. ماشي يا استاذ. انا بعت شقتي ونقلت من هنا، رحت مكان تاني خالص. انت حضرتك خدتها مني، اشتريتها مني، فتحتها عياده. لا ثواني يا استاذ محمد. انا ما بكلمكش على ان انا جيت اشتريت من حضرتك شقه. انا بقول لك مثال حضرتك العماره بتاعتك. لا. مش ببالي شقتك اللي انت ساكن فيها. العماره بتاعتي بس، ده موضوع تاني بقى. لا انا مش في العماره. انا لو في عماره بتاعتي انا ده موضوع تاني. ان انت ببالي شقه وهتمشي، مالكش دعوه. لكن ان انت العماره بتاعتك وببالي شقه وانا بحولها، لا الموضوع اختلف. حضرتك انا لو عندي عماره انا برضو مش هسيبها وامشي، او انا مش هبيع وافتح فيها محلات. هو حضرتك لو بني ثلاث عماير هتسكن في الثلاث عماير؟ حضرتك انا راجل ببني لاصحاب لملاك، مش ببني لنفسي انا. انا ببني لناس ثانيه خالص. طب مش طيب أي مكان. حضرتك بتتكلم في موضوع في نقطه. لا مقا. اي مكان تبني لنفسك او تبني الملاك او تبني الاخرين. طيب خليني اسال حضرتك سؤال يا استاذ. اتفضل. طب ايه راي حضرتك في تحويل الوحده لمكتب اداري؟ يعني مثلا انا راجل صاحب شركه، او انا راجل ليا مهنه حره، ومحتاج ان انا استخدم الوحده السكنيه دي، عايز اخليها عياده. ايه الضرر؟ ايه المشكله؟ والله بص حضرتك، التحويل الوحده ده يا استاذ سامح حضرتك، ان كان اداري او تجاري او اي نشاط انت عايز تعمله، لازم تلجا حضرتك لجهاز المدينه. او النظر عن جهاز المدينه، خلينا بس لا نحصر الحوار في مدينه 6 اكتوبر. يعني لا انا ما بحصرش الحوار، انا بقول لحضرتك مثال. لو في مدينه بترجع لجهاز المدينه، لو في قريه طيب بترجع للوحده المحليه بتتبع القريه. طب انا محتاج يا فندم راي حضرتك الشخصي. ماشي. يعني انا رايي الشخصي يا ريت. شايف ان ما فيهاش حاجه؟ انا والله بص اقول لحضرتك، انا من رايي بس خلينا نتكلم بصراحه عشان الناس بتسمعنا، ونبقى يعني ايه واضحين مع انفسنا. انا بص دلوقتي شايف ان ده في يعني رايي. انا مش انا رايي كشخصي. انا مش شايف اي ضرر. تمام. اللي هو زي مستشفى دي بتخدم المواطنين، زي مكتب محاماه برضو ده ما فيهوش ضرر للناس. عياده ما فيش مشكله برضو. يعني تقبل بعض الانشطه ممكن. في بعض الانشطه اللي ممكن لا يعني ما تخالفش السكان او ما تضرش السكان اللي موجودين. كلام جميل. والدخل يعني طالع. كلام جميل. طب يا استاذ محمد خلينا يا استاذ محمد، الراجل قال لك انا ما عنديش مانع. اذا كنت حضرتك يعني كان في بدايه الحديث ينفي الموضوع برمته، دلوقتي قدرت انتزع لك منه ان هو ما عندوش مشكله ان ممكن بعض المهن يتم تحويلها. تمام. ايه تعليق حضرتك؟ ايه مشكلتك في كده؟ لا انا ما عنديش مشكله يا فندم. يعني أنا انت موافق على ان بعض الوحدات السكنيه ممكن تتحول لعيادات؟ او انا استاذ موافق على كده؟ مش انا اللي اوافق او انا اللي ارفض. راي حضرتك. انا هقول لحضرتك انا انا مثلا لو ساكن في مكان تمام، واجرت من استاذ محمد على اساس ان جميع الوحدات اللي معايا وحدات سكنيه، وافاجئ ان هي بقت عياده، لا معلش بعد اذنك، فين حرمه البيت بقى؟
بقى عندي 3000 مواطن. يعني ايه حرمه البيع؟ يعني الناس اللي داخله العماره في مدخل العماره يا استاذ محمد، الناس اللي طالعه والناس يعني اللي داخله الامن هيعرف مين يا استاذ سامح. واحد طالع الدور الاول، انت مشيت حضرتك وراه وشفته طالع انهي دور؟ لا بالظبط كده. انا مش قادر احدد. يعني ترفض هذا الامر برمته؟ طبعا. طب اذا كان الاستاذ محمد قال لك انا موافق، انا موافق لو عندي عياده طبيه او مكتب، رد عليه تقول له ايه؟ هو موافق ده براحته، لكن مش ده صح يا استاذي. لو صح ده كل واحد يحترم في وجهه نظره، مش صح. ده خطا صفوره النظر دي. بعد اذنك يا استاذ، لو سمحت، هو دلوقتي حضرتك العياده ده الدكتور يكشف على السلم او يكشف قدام بتاع الامن؟ مين اللي طالع؟ في واحد بقى حضرتك، مين اللي طالع واخدها؟ عشان اللي طالع مين؟ مين اللي طالع على السلم؟ سكان العماره حضرتك. طب واللي جايين متعددين على الشقه يا استاذ سامح حضرتك، ده هو يبقى داخل الشقه بتاعته. طيب داخل الوحده. طيب خلينا مش هيكشف بره في الشارع. العيانين هيبقى داخل الوحده برضه. هيطلعوا له طيران ولا هيطلع على السلم؟ ماشي، ما هو طالع انت حضرتك مش طيران يعني، طالع فوق الحمد لله. طيب جميل، هيطلع على السلم يعني. اصل حضرتك هيطلع على السلم، حضرتك بتقول اللي طالع فوق يطلع ازاي؟ طيران ولا هيطلع على السلم ازاي؟ طيران ولا هيطلع على السلم؟ معروف الساكن العماره لو فوق على السلم داخل من مدخل العماره، عرفت داخل من مدخل العماره طالع على السلم، صح كده؟ تمام. عرفت حضرتك هو طالع انهي دور؟ حضرتك بتاع حضرتك طلع سرق الدور الثالث والعياده في الدور الاول، عرفت حضرتك فين؟ هو حضرتك اللي جاي ده معروف داخل للدكتور، اللي جاي ده معروف ساكن. وانا عارف مين اللي داخل للدكتور؟ لا اله الا الله، انت حضرتك ما عارفين يعني، بيبقى مكتوب على وشه عيان. طيب. الان حضرتك هو بتاع الان ده واقف صفته ايه؟ مكتوب على وشه عيان، اعرف ده راح فين. طيب قلت له طالع للدكتور. طيب يا استاذ محمد، انا اشتريت من عند حضرتك وحده سكنيه، ووفقا للشروط معانا المدخل معين والشكل معين والمنظر المعين، وحيث انا مش ساكن في مستشفى ولا ساكن في محكمه عشان تجيب لي محامي. تمام. ولا ساكن في مكتب هندسه، ساكن في مكان هندسه عشان تدخل لي ناس، انا ساكن في عماره وفقا لضوابط المسكن. تيجي حضرتك تقول لي انا ما عنديش مشكله، هو الدكتور هيعمل لك ايه ولا المهندس هيعمل لك ايه؟ يا فندم في وحدات اداريه، في مكاتب اداريه روح ياخد فيها. والله انما يجي بص اقول لحضرتك مخالفه، خلينا يا فندم يجي يتكلم مخالفه. انا هرد على حضرتك وتقهر بيها هنا. بص يا استاذ سامح، اتفضل. الموضوع اللي زي ده المفروض على الجهات المختصه، اللي هي حاليا موجود برضو في عماير سكنيه مخصص فيها وحدات اداريه. اي جهات مختصه وحضرتك؟ أيوة. بتقر بان انا ما عنديش مانع اخلي طبيب عياده، وما عنديش مانع اخلي مكتب هندسي، ما عنديش مانع. اي جهات حضرتك جاي تتكلم عن الجهات وانت اصلا بتجهر بارتكاب القانون يا استاذ؟ انا ما برتكبش القانون. امال يا فندم انت امال ايه؟ حضرتك تقول انا ما عنديش مشكله، لو عندي محامي او دكتور. انا لو اجرت، لو انا عندي عماره تمام واجرت جالي دكتور او جالي طبيب عشان يقدر، انت هوافق؟ انا هوافق بس برجع بقى. وان كان ده مخالف للقانون؟ لا ما خالفش القانون. انا حضرتك ما بخالفش القانون. ازاي انا برجع ازاي هتوافق؟ انا دلوقتي حضرتك اقول لحضرتك الحاجه، انا هوافق في حاله ان انا بقول لحضرتك الجأ للجهه المختصه عن هذا المجال. ترخيص البونه طالع بايه يا استاذ محمد؟ ترد عليه. ترخيص البونه طالع بايه؟ والله في حاجه وحدات سكنيه ولا اداريه؟ بص اقول لحضرتك يا استاذ محمد، دلوقتي الواحد بيشوف العجب، ما احنا بيطلع رخص وحدات سكنيه وفوجئ ان بيتعمل دور اداري وبيتعمل دور تجاري وبيتعمل ميزانين، حاجات كتير قوي. هقول لحضرتك بس على حاجه، انا من مكان شعبي من حي الحسين. تعرف حضرتك اللي بيخش عندنا غريب في الشارع بيفضلوا وراه لحد ما يشوفوه طالع عند مين؟ تمام؟ تمام. ده اللي داخل في شارع. طب اللي في عماره وتقول لي بتاع الامن عارف، مكتب محامي هيجي له في اليوم 200 300 واحد، بتاع الامن عارف دول طالعين عند المحامي ولا هيطلعوا الدور اللي فوقيه؟ هم مجرمين ومسجلين ويعني كل المهن. يا استاذ محمد حضرتك انت بتحملني عبء، ده مش بتاعي. لا انا مش بحمل حضرتك يا بيه، انا مش جاي مختص بحمل حضرتك. لا يا فندم ازاي مش جاي مختص؟ انا مش مختص. انا بقول لك انا بواجبك، انا بواجبي ما عليا ان انا اللي هيجي يشتري عندي. بلغ يا استاذ، مين قال لحضرتك ان انا ما بلغش؟ بلغ ازاي كان هو قال لك انا ما عنديش مشكله؟ انا ما عنديش اي مشكله. يعني هو الراجل اصلا بيعمل ايه؟ راجل بيقول لي انا ببلغ دلوقتي اهو، بعد ما قال انا ما ببلغش بيقول لي انا ببلغ. انا متناقض في يعني انا هو الاستاذ محمد اهو يا استاذ محمد. انا بس يعني قلت يعني انت متناقض. انا مش متناقض مع نفسي، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا قلت لك في حاله ان انا لو عندي وحده وبعتها انا مش من حقي، انا مش حاجه حاسبك. انت اشتريت مني وحده وقعدت سنه وفتحتها مكتب محاماه، فتحتها عياده، انا مش من حقي حاجه حاسبك. انا بعت لك بقالي سنه واشتريت، ده ملكك، مش حاجه شاركك في ملكك، مش حاجه شاركك. لا في ملكك. انا قلت حاجه يا محمد، انا قلت بس انا برد على صالح حضرتك منك. انا قلت قطع اقبلها منك في التمليك. انت بتتناقض في الكلام. لا انا برد على حضرتك دلوقتي، انا بتكلم. انا قلت لك اقبلها منك في التمليك،
لكن مش هقبلها في الايجار. انا ما بتكلم برضه في موضوع البيع، لا انا بتكلم في الايجار. انا ما باجرش حضرتك، انا ما باجرش وحدات سكنيه وتتعمل وحدات تدريب. طب ازاي حضرتك؟ طب انت برضه ما كان كلامنا في الاول على اساس انك ما عنديش مشكله ان انا ايه المشكله لما يبقى فيه طبيعي. انا ايه المشكله لما يكون اللي جاي ياجر بوجهه بقول له روح للجهه المختصه هات موافقه ان انت تحول المكان ده من سكني الى اداري وافتحه زي ما انت عايز. طب خلينا نلمس الواقع يعني. هل ده بيحدث حقيقه ولا يعني عشان احنا في الاعلام بنقول الكلام ده؟ والله يا استاذ سامح ده ما بيحدثش في الحقيقه. تمام يعني انت انا عارف. اقول لحضرتك ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ انا دلوقتي جيت اجرت من عند حضرتك وحده وانت قلت لي انا مش هاجر لك الا لما تجيب موافقه الجهات المختصه. تمام. رحت الجهات المختصه يقول لي احنا ما عندناش الكلام ده دلوقتي، ده لسه الناس اللي فاتحه دي، روح افتح زي اللي فاتحين. ايه ده؟ ايوه يا باشا ده اللي بيحصل. نفس النقطه فساد المحليات. ايوه ده اللي بيحصل. خلاص الراجل مش معني بهذا الملف بقى يعني. لا احنا بص يا استاذ سامي هو ده اللي بيحصل. خلينا نسمع. هو ده اللي بيحصل حضرتك بتتعامل في المحليات وفي الاداره. انا عارف والله. اتفضل. انا عارف والله. احنا عايزين انت دلوقتي حضرتك بس تقوم بدورك يا استاذ محمد. انا باشا انا اقوم بدوري وحضرتك تقوم بدورك. كلنا نقوم بدورنا. في دور يقوم بدوره. مفيش حد يتنصر. انت راجل حضرتك صحفي، اول حاجه ان انت تكتب عن الحاجات اللي موجوده في على مستوى الجمهوريه. طب حضرتك ما شفتش الشارع؟ انزل المحافظات يا استاذ محمد، انزل المدن الجديده. ثواني بس ثواني بس. شوف في مدينه سادة عاملين ايه؟ شوف في 6 اكتوبر عاملين ايه؟ شوف في التجمع الخامس عاملين ايه حضرتك؟ طب اتفضل خلينا نسمع. عرفت الاماكن كلها والله. اتفضل. ما شفتش حضرتك الدروس الخصوصيه والاماكن اللي بتتفتح دروس خصوصيه؟ فين وزير التربيه والتعليم في الوقت ده حضرتك؟ ملوش دعوه. ازاي؟ ما والله ماليه دعوه. في الاداره التعليميه اللي مسؤوله عن المدينه او المحليات اللي هي موجوده فيها حضرتك. من المحليات؟ فين؟ محليات ايه؟ في اداره تعليميه في كل محافظه. هي مالها الاداره التعليميه؟ الاداره التعليميه المفروض ان هي تشرف على حاجات زي كده. استاذي دي مش مدرسه، دي مش مدرسه. ده واحد اجر جاب كام تخته وعلق سبوره. يا استاذي مش في تفتيش. طب هو حضرتك هو مش في تفتيش في الاداره التعليميه؟ خلينا يا استاذ محمد على المدرسين اللي بيطلعوا من المدرسه. انا عايز اتفرج عليها يا استاذ محمد. يا استاذ محمد يا استاذ محمد دعنا بس نضبط الحوار، خلينا نسمع بعض ما يبقاش في. اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. احنا دلوقتي مش جينا اتكلمنا عن الموضوع ده، حصل في احدى القنوات احد البرامج عمل تقرير مطول عن الموضوع وراحوا سالوا واحد عنده شقه وعنده مكتبه فاتحها بيقول لها انا باجر جوه ما اعرفش هم بيعملوا ايه بصراحه، انا كل طالب بيجي يدفع 5 جنيه وخلاص انا ما اعرفش ايه اللي بيدور جوه. تمام تمام. يعني ايه ما تعرفش ايه اللي بيدور جوه؟ طب ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني ممكن الطلبه تخش جوه تشرب سجاير؟ طب خليني اسال حضرتك سؤال يا استاذ محمد. شايف ان يعني اللي يعلم بارتكاب او تحويل الوحده السكنيه، خلينا الاول نضع ضوابط بان تحويل الوحده من وحده سكنيه لوحده اداريه دي جريمه. تمام. ده يعني ده اكيد. تمام. طب من يعلم ومن يتسطر على هذه الجريمه؟ هل هو مسؤول عن هذا الملف؟ طبعا. يعني الاستاذ محمد لما يقول لك انا عندي مكان بعته وبقى عياده او بقى مكتب محاماه او بقى مكتب هندسي، اذا هو يتسطر على جريمه؟ طبعا. اذا هو يقع تحت طائله القانون؟ طبعا. يا استاذ سامح حضرتك استاذنا. تمام. كل من علم بجريمه تمام ولم يبلغ فهو ايه؟ متستر على الجريمه. كلام جميل. يعني الاستاذ محمد هنا متستر على الجريمه وكل اللي شغالين في المجال الاستثمار العقاري يعني بعلمهم. انت متستر على جريمه يا استاذ محمد. تمام. والاستاذ محمد يعني بيتهمك بانك طب قبل ما تجاوب وترد على 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 يعني مدى تسترك على جريمه، خلينا ناخد سؤال الساده المشاهدين. هل تؤيد قرار اغلاق المكاتب الاداريه الملحقه بالشقق السكنيه؟ هل تؤيد يعني تتفق او تختلف على ان الوحدات السكنيه مع غلقها اذا تحولت الى مكتب اداري او الى مقر اداري ولا نبقي عليه؟ تاني، هل تؤيد قرار اغلاق المكاتب الاداريه الملحقه بالشقق او الوحدات السكنيه؟ يا ريت تشاركونا من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. يا استاذ محمد انت متهم ومتستر على جريمه ومخالف للقانون وفقا لما قاله الاستاذ محمد بانك. لا اعوذ بالله انا ما بتهمهوش هو، انا بقول كل من علم، ما بقولش استاذ محمد. طب هو قال لحضرتك. لا اعوذ بالله ان انا اتهمه. لا طيب انا بقول كل من علم. انا اللي واجه سؤال تراجع الاستاذ محمد عن. لا ما اقدرش اتهمه هو شخصيا. طيب بص حضرتك يا استاذ سامح انا هجاوبك على السؤال ده بكل رد. بس على تسترك على جريمه. انا الحمد لله. انت متستر على جريمه؟ لا طبعا. ازاي وانت شايف المخالفه بتحصل قدامك؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. انا مش جهه مختصه عشان اروح برضو. اقول لك ايوه يا استاذ انا مش جهه مختصه عشان اروح اقول لك اقفل انت فاتح ليه. طب استاذ محمد لو شفت واحد بيسرق واحد هتقول لي انا مش جهه مختصه؟ طب اشمعنى؟ طب ما دي جريمه. ماشي. طب اشمعنى اقول لحضرتك؟ لا دي مش جريمتي انا يوم ما اروح اقول للواحد انت فاتح كده ليه هتلاقي عامل معايا مشكله يا استاذ. ما تقولوش جاب لي واحد جاب لي بطاريه ولا ما تقولوش بلغ. ماشي انا بلغ
فين يا استاذ انت مش قادر تفهم الموقف حضرتك او مش قادر حضرتك مش قادر يفهم الموقف اقول لحضرتك حضرتك ما قلتش مواقف عشان افهمها بص اقول لحضرتك رئيس الحي او الوحده المحليه لازما في رئيس حي بيمر على الحي اللي هو ماسكه تمام يوميا معاه بدل المهندس 3 و4 و5 في 2 او 3 مشرفين عن النظافه في 3 مشرفين عن الصرف الصحي في 4 مشرفين على الجناين في 5 مشرفين على الوحدات اللي بتتفتح ويعملوا محاضر ماشي في ناس من الكهرباء في ناس من الميه في ناس من الصرف كل ده انا عايز افهم حضرتك رئيس الحي ده قاعد بيعمل ايه لما بيلاقي ده بيكسر وبيفتح وحده اداريه لما يلاقي ده بيحط يافطه على شقه في دور تاني او دور تالت شركه مش عارف ايه للاستثمار شركه مش عارف ايه للمقاولات طب تيجي ناخد اتصال للاستاذ شعبان استاذ شعبان استاذ شعبان الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم مع سيادتك ماهر شعبان المحامي فندم اهلا بيك يا استاذ ماهر اهلا بيك اهلا بيك فندم والله تحياتي اولا لسيادتك وتحياتي لساده الضيوف وبحيي سعادتك تحيه خاصه بصراحه من الاعلاميين المتميزين يعني شكرا يا فندم شكرا لحضرتك بس انا بحب اشارك بعد اذن سعادتك في كلام يعني معلش انا اسف مع احترامي للاساتذه اللي موجوده عند سعادتك الكلام اللي بيتقال غير اللي موجود على الارض كلام مين بقى اللي هو كلام الاستاذ محمد المستثمر والاستاذ محمد وفيق برضو الاثنين بيتكلموا كلام مش موجود على الارض بالظبط يا فندم انا اسف يعني بس هي الفكره يعني الفكره هو اللي على الارض غير اللي موجود ساعتها ايه اللي موجود على الارض يا استاذ الموجود على الارض يا فندم انه سعادتك لما نيجي نتكلم على الوحدات الاداريه الوحدات الاداريه دي اساسا سيادتك واخد بالك ليها نظام خاص بالنسبه للاجهزه تمام. يعني جهاز زي القاهره الجديده سيادتك واخد بال سعادتك لما تيجي تتعاقد معاه بيحط لك شرط اساسي ان انا ببيع لك الشقه دي شقه سكنيه تمام لا يجوز لك ان انت تتصرف فيها اداريا تمام واخد بال سيادتك يجي بقى المستثمر يعمل ايه سعادتك يروح جاي بايع اسف مأجر الشقه ويقول لك انا استثمرها بقى تمام. واخد بالك فيجي واحد يقول له طب انا عايز اعملها عياده عايز اعملها مكتب عايز اعملها اي نشاط يقول له تمام مفيش مشاكل اعمل النشاط واخد بالك وانا معاك ما تقلقش الجهاز ما بينزلش والكلام ده تمام ويفاجئ بعد كده يحط له بقى رقم عالي في الايجار تؤجر مثلا السكن مثلا سي بألف ونص يروح طالب منك مثلا 3 و4 تمام ويفاجئ سعادتك ان شرطه التعمير والجهاز نازل عليه شايل له اليافطه والافظع من كده انه سعادتك بيدخل عليه يشيل له اعداد الكهرباء يعني من الضحيه يا استاذ ماهر من الضحيه في هذا الامر ما هو يا فندم الضحيه الاثنين المستثمر والجهاز ليه لان سعادتك اساسا لو رجعنا للاصل هنلاقي ان ده قرار مجلس وزراء ده مش قانون هما بيتكلموا يقول لك ده قانون انا اسف الكلام ده مش قانون يا فندم ده قرار رئيس مجلس وزراء صدق عليه المحافظ وبدات تطبقه الاجهزه واخد بال سعادتك فتيجي تقول له طب انا عايز اعمل ايه طب انا عايز احوله اداري بعد اذن سيادتك يروح رد عليك الجهاز يقول لك ايه يقول لك لا انا اسف ما اقدرش احوله اداري عايز تحوله اداري هتدفع مبلغ عالي قوي تمام يبقى انا رايح اجر ولا رايح ان انا احول اداري تمام نيجي بقى للجزئيه الثانيه بعد اذن سيادتك اللي هي بالنسبه للمحلات انا دلوقتي باخد المحل وفي نشاط معين تمام واخد بال سيادتك طيب يعني ده محل يعني المفروض نشاط تجاري اجي لما اجي اجره منه واخد بال سيادتك افاجئ ان بتنزل عليا برضه شرطه التعمير تقول لي انت مرخص اقول له طيب. هي محل تجاري طيب يا استاذ ماهر استاذ ماهر يعني طيب. يعني الاستاذ محمد قال لك لا بينزلوا ولا بيشوفوا لا يا فندم بعد اذن سيادتك انا ماسك استاذ محمد لا بعد اذن سيادتك انا ماسك مستشار قانوني في التجمع الاول واخد بال سعادتك فدايس في الموضوع ده يعني انا بكلمك من الناحيه العمليه معاليك تمام يعني شايف ان كلام الاستاذ محمد يعني لا في اجهزه بتنزل وفي ناس بتنزل ايوه يا فندم لو يا فندم المدن الجديده تختلف عن الاحياء الثانيه اللي هي وسط البلد الاحياء الثانيه فيها ما بينزلوش لان العدد السكان كتير انما بينزلوا في المدن الجديده عشان النسبه قليله وعارفين ان كل واحد قافل شقته واخد بال سعادتك وبيستثمرها وبيأجرها طيب يا استاذ ماهر من الضحيه في هذا هل المستاجر الضحيه يا فندم الضحيه يا فندم هو المستاجر المستاجر الضحيه او اللي بيشتري لانه يعني بيبقى داخل عايز يعمل نشاط واخد بالك ويفاجئ بكلام غير كده والمستثمر اللي عند سعادتك مع احترامي ليه يجي يقول له ايه يقول له كالاتي يقول له انا مستعد دلوقتي لا ما تقلقش خد الشقه دي انا مأجرها وهو يعلم ان موجوده بند من البنود بانه ما ينفعش ياجرها سمي ده ايه يا استاذ ماهر ايه يا فندم تسمي ده ايه طبعا ده اسمي يعني من كلتا الحالتين فساد ده فساد لان المستثمر
واخد بال سيادتك، عايز ياخد وخلاص ويبيع او ياجر. يا استاذ مين اللي قال لحضرتك ان انا عايز اخد ابيع؟ يا فندم انت هو حضرتك مين اللي قال كده؟ بس يا فندم انا عايز افهم. انا راجل ببيع. سيادتك في الاستوديو، انا بس انا اخلص كلامي وهسيب سيادتك تعلق زي ما انت عايز. اتفضل. انت اتهمته بالفساد. انا ضربت عليك. انا بتهمتني بالفساد دلوقتي حضرتك؟ لانه يا فندم انت خلينا بس كل بعد اذن سيادتك كل شركات الاستثمار العقاري يعلموا الكلام ده. لما بييجوا يشتروا من الجهاز بيبقوا عالمين الكلام ده. وانتوا سيادتكم بتعملوا كالاتي: بتأجر، بيع، ما تقلقش الجهاز مش هينزل، مش عارف كل ده عشان تكسب. انما انت المفروض ما تغشوش، تقول للمستاجر لا والله في كذا، لا تجري على الرخصه وانا هبقى معاك. الكلام ده المفروض يتوضح من اول بدايه العقد. يعني هم بيغشوا في العقود يا فندم عشان يكسبوا. انا بقول لك شركات الاستثمار العقاري بلا استثناء جميعها بتعمل الكلام اللي بقول لك عليه سعادتك. الكلام ده يا فندم واضح. انا بكلمك من الناحيه العمليه، ويبقى عايز ياجر وخلاص وتيجي بعد كده لما تيجي بقى بعد كده الجهاز وشرطه التعمير يشيلوا حاجه عنده من المحل يقول له انا عايز ايجاره وبس. يا استاذ ماهر شكرا يا استاذ ماهر. شكرا يا استاذ ماهر. يعني وابل من الاتهامات، اتهام بالفساد واتهام بالغش واتهام بتضليل الاخرين. بس قبل ما ترد خلينا ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى، فانتظرونا. التحدي قم ودافع عن رايك والكل سامع، قول لنا الاضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رايك عالدليل قول لنا باسلوب جميل، واسمع الراي البديل تلقى نور الحق ساطع. اسلوب جميل واسمع الراي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وقبل ما نطرح سؤالنا على الاستاذ محمد خلينا نطرح سؤال الساده المشاهدين: هل تؤيد قرار اغلاق المكاتب الاداريه الملحقه بالوحدات السكنيه؟ يا ريت تشاركونا من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. قبل الفاصل يا استاذ محمد كان اتصال من الاستاذ ماهر شعبان المحامي ووجه وابل من الاتهامات الى حضرتك على الخصوص، قال ان انتوا يعني هناك فساد في هذا الامر، هناك غش في هذا الامر، هناك خداع في هذا الامر، ووجه لحضرتك بشخصك هذا الحديث. بص يا استاذ سامح، انا حضرتك ارد على استاذ ماهر في الموضوع ده بالذات. انا عايز اقول له يا استاذ ماهر، حضرتك راجل محامي، انت ليه النقابة المحامين ما بتخصصش لك مكان ان انت تقعد فيه؟ ليه انت حضرتك دلوقتي بتروح دلوقتي تأجر شقه وبتفتحها مكتب محاماه؟ ماشي، حضرتك شغله كله ده اي شركه لازم يبقى فيها مستشار قانوني. طب انا خليني بقى اوضح لك حاجه. المحامي هو حضرتك هو اللي بيعمل كل حاجه. بس عشان يعني انت هو المحامي هو اللي بيقعد بس الشركات وهو اللي بيفتح المكاتب والعيادات لازم يبقى ليه محامي. يا استاذ خلينا بس، اصل انت بتثير فيا الجانب المهني اكثر. يعني على فكره المحامي من حقه ان هو يفتح في الوحده السكنيه، بتاعته ده قانونا. يعني بس عشان نوضح النقطه دي. لا انا مش بتكلم على المحامي شخصيا. خلاص انا بقول لحضرتك دلوقتي رد على الاستاذ ماهر. جا لك اتهامات رد عليه. انا برد على الاستاذ ماهر. حضرتك دلوقتي عليك ست اتهامك بالفساد، ست نوبه اتهامك بالفساد، ست نوبه اتهامك بالتضليل. انا النقابه هتتعامل معاك لوحده يعني ولا هتعمل ايه؟ اتفضل. انا هرد عليه. هو دلوقتي حضرتك اي شركه بتاسس، اي شركه لازم لها تاسيس لازم يكون فيها مستشار قانوني. ليه يا فندم بتضللوا الناس؟ بتضللوا الناس. انا ما بضللش. هو مين اللي بيروح يخلص الجهات دي؟ مش المحامي. مين اللي بيروح يتعامل مع الوحدات المحليه والاجهزه المدن؟ يا فندم مش المحامي حضرتك دي بتجي لكم لحد عندكم صلي على النبي. مين اللي بيروح ومين اللي بيجي؟ ده العقد بيجي لك لحد مكتبك وبيخلص يا بيه. فين يا بيه؟ فين؟ يا استاذ محمد هو حضرتك دلوقتي انت عايز تاسس الشركه بتروح لواحد ما مش محامي اساسا. طيب خلينا انا مالي بالشركه يا بيه، انا مالي بالشركه، انا بكلمك في الايجار. هتدخلني في شركات؟ انا مش في الايجار. انا بكلمك في الايجار عشان تدخلني في شركات. بعد اذنك انا ما بتكلمش في الايجار. طب خلينا يعني انصف نفسي عن الغير الغائب، يعني خلينا انصف نفسي عن المحامين اللي مش موجودين في القعده. ماشي اتفضل. مش معنيين بهذا الملف. خلينا رد حضرتك على يعني كلام المتصل بانك تضللون الناس او بتضلوا الناس في هذا الامر، وبتقول له تعالى خد وحده سكنيه وما حدش هينزل لك ولا حاجه. حضرتك بص يا استاذ سامح، انا ما بعملش حاجه زي كده. هو اتهمني بحاجه زي كده. مش بيتهم شخص حضرتك يا فندم، هو بيتهم حضرتك الفصيل اللي حضرتك بتمثله.
بص اقول لحضرتك الحاجة، انا دلوقتي مش زي غيري، يعني حضرتك انا مستثمر، الاستاذ محمد مستثمر، حضرتك مستثمر، انا بشتغل في الكيان، في الكيان بتاعي انا، كان انا بقى ببيع شقق ما باجرش. تمام ماشي. انا لما ببيع تمليك ما باجرش، ما اجرتش لاي حد. لا اكيد بتاجر. لا ازاي ما باجرش حضرتك؟ تمام. انا اجر لسكن فقط. مش محول وحده سكنيه لمكتب ولا حاجه عندك؟ لا لا استناني استناني استناني، ده بيقول لي طلاب. طلاب ده بيقول لي طلاب، ده انيل. ايه طلاب؟ بيأجر سكن. سكن طلبة يعني ايه يا استاذ سامح؟ يعني هيجيب شقة قاعد فيها 40 واحد. لا 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 لا, لا مش كده حضرتك. انت حضرتك فاهم الموضوع. انا بقول لحضرتك واحد جاي هو ومامته، او في واحدة جاية تدرس في الجامعة هي ومامتها، او هي حوالين بعض. انا ما بلفش حوالين حضرتك. تقول لي طلبة وبعدين تقول لي مامته لما جاية تقول لي ايه؟ مش هي طالبة وهو طالب. نسمع الاستاذ محمد. طب تشوفه انا مش برد على حضرتك يعني. انا رد عليه هو بيقول لي طلبه. تمام. وبعدين بيقول لي واحد جاي هو ومامته. أيوه. واخته. هو ما هو اسمه ايه ده هو ده طالب جاي والدته. رد عليه يا فندم. هو طالب جاي والدته او جاي مع والده. يا استاذ محمد ده سكن طلبه. جاي مع اخوه. ده سكن طلبه. انا ما بقدرش. الطالب لما بينزل بياخد العيله كلها ويطلع رحله عشان يدرس ولا هيعمل ايه؟ مين قال لحضرتك ان انا باجر سكن طلبه؟ انت اللي قلت يا بيه. انا باجر شقه. والله انت اللي قلت. انا بقول لك باجر شقه لطلبه. طب يبقى طالب جاي يا ستو. طب الناس اشهد عليهم الناس على الهوا يا جماعه. استاذ محمد قال باجر طلبه ولا لا؟ طب عامل ايه؟ طيب طيب طب حتى الايجار الطلبه في مشكله؟ ما احنا بنتكلم على اللي طالع واللي نازل يا استاذ سامح. انا بتكلم على تحويل الوحده الى مكاتب اداريه. ما هي نفس المشكله. طب السكن الطلبه مخالف للنشاط؟ طبعا مخالف للنشاط. يعني انا ماجر الوحده السكنيه بتاعت الطلبه هي لوكنده مستخدمينها في السكن هي لوكنده. انت شايف انها بتتحول ل طبعا لان انا باجر بالسرير يعني دلوقتي مخالف. طبعا انا باجر بالسرير، ما بقتش وحده سكنيه. انا الطالب بيجي عندي باجر له سرير. استاذ محمد عارف كده. طب انت كان مشكلتك يا استاذ محمد ان انا ما بعرفش مين اللي داخل ومين اللي طالع من العماره. ما هي نفس الفيلم. نفس الفيلم. هتحفظ 40 واحد قاعدين في شقه يا استاذ سامح؟ طيب اتفضل رد يا استاذ محمد. يا استاذ محمد حضرتك انت بتتكلم في نقطه انا ما وجهتش ان انا عامل العماره كلها للطلبه او ماجر لشقه فيها 40 واحد زي ما حضرتك. اقسم لك بالله يا استاذ محمد حضرتك قلت انا باجر لطلبه. انا باجر. اقسم لك بالله انا برد على حضرتك قلت كده. ماشي. ما هو بيرجع بيسال. بقول لحضرتك انا باجر لطلبه، بس باجر لطالب بيكون جاي معاه والده معاه والدته. يبقى ده ما اسموش طلبه يا بيه. لا يبقى انت كده بتاجر لاسره. ما اسموش طلبه بقى، هو بيدرس ده موضوع تاني. ماشي. هو بيدرس حضرتك باجر الاسره. ماشي كلام حضرتك مظبوط. انا باجر الاسره حضرتك. يبقى ده مش طلبه بقى. ما باجرش الطلبه. يبقى ده مش طلبه. احنا بنتكلم في موضوع ان انت بتحول الشقه لاداري. تمام. أنا حضرتك ما اجرت الشقه وعملتها اداري، ما اجرتش لاي حد لحد وقتنا هذا. تمام. شقه وحولتها اداري. طب بالنسبه للمتصل اللي قال ان جهاز المدينه بينزل فين وبيشيل العدادات، وريني حضرتك جهاز المدينه نزل فين. انا ساكن في مدينه 6 اكتوبر. ده راجل متصل. بس ثواني بس اقول لحضرتك على حاجه. انا بقول لك انا ساكن في مدينه 6 اكتوبر. انزل حضرتك الحي السادس او انزل ال 12 او العاشر او الشباب، شوف الناس عامله ايه في الشوارع. العربيه ما بتعرفش تعدي. حضرتك جايبين عربيات قارو وفرشنا في قلب الشارع. احنا في مدينه، احنا في مدينه مش في حي شعبي. ساكت ليه بيه؟ ساكت. بلغت. مين قالك ان انا ساكت؟ بلغت مين؟ بلغت الجهاز بدل المره 20 مره. مش في محافظ يا بيه؟ بعت رئيس الوزراء. طب هو دي جريمه، ما هي جريمه واضحه يا استاذ محمد. يعني انا هو ايضا فين حضرتك؟ بيثير موضوع. انا بخاف على اولادي. مش عارف امشيهم في الشارع. طيب هم رايحين المدارس يا استاذ محمد. يعني انت حضرتك هو الاستاذ محمد مش معني بهذا الملف ولا انا برد عليه حضرتك ولا هنا مدافعا عن انا برد دلوقتي. يعني هنا ليس مدافعا عن الفساد. المعني والمتهم بهذا الملف حضرتك. انا انت مش حضرتك اللي بتقول انا ما عنديش مشكله انا ان انا اقدر. إيه؟ هو انا جاي مختص عشان تتهمني حضرتك؟ يا فندم الاتهام وليس اتهام لشخصك، يعني اتهام في هذا الملف. يعني حضرتك بتقول انا ما عنديش مانع اجر لطبيب، ما عنديش مانع اجر لمكتب هندسي، ما عنديش مانع في الامور دي، وترجع تاني تقول لا انا بص حضرتك انا يا استاذ سامح النقطه دي اتكلمت فيها حضرتك، وبقول لك انا اجر لواحد محامي او طبيب او مهندس بس بعد ما يرجع للجهه المختصه. ما قلتش كده يا فندم. لا قلت كده. قلت كده بعد يعني بعد ما حسيت انك لما الاستاذ محمد قال لك انت كده بترتكب جريمه. لا 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 انت حضرتك ما سمعتش الحوار كويس. تمام. انا قلت كده سعادتك. قلت لما انا قلت لك لما انا قلت لك بتخالف يا استاذ محمد. يا استاذ والله لما انا قلت لك بتخالف انا حضرتك انا ما بخالفش. مين اللي قالك ان انا بخالف؟ طب هي في نقطه بس. هي في نقطه.
هو دلوقتي الاستاذ ماهر كان بيقول ان هو مش قانون. هو مين قال ان هو قانون؟ طب الاستاذ ماهر، الاستاذ ماهر اتهم حضرتك ايضا، قال لك انك بتتحدث بعيد عن الواقع. ما هو انا عايز اعرف، هو دلوقتي بيقول ان احنا هو مش قانون، هو حد فينا قال ان هو قانون؟ بيقول ده قرار مجلس وزراء، هو ما صدرش من حد فينا ان احنا قلنا ان هو قانون. تمام. تاني حاجه بيقول يا عيني انت قلت مخالف للقانون، مخالف للقانون اللي هو تحويل الوحدات. هو بيتكلم على جهاز المدينه، ان جهاز المدينه منشا بقرار وزاري. طيب يعني اجهزه المدن منشاه بقرار وزاري. احنا حضرتك قلت ان تحويل الوحده السكنيه من سكني الى اداري مخالف طبعا للقانون. طبعا الاستاذ ماهر قال لك ده مش قانون، ده هو بيتكلم على جهاز مدينه. تمام. هنا بيقول لي يا استاذ سامح الراجل المستاجر يا عيني هو الضحيه، وهو ليه؟ هو من بلد تانية، هو جاي من الهند بيأجر في مصر. تمام. مش عارف ايه اللي بيحصل فيها. لا هما الاثنين مع بعض متحملين، ده عارف وده عارف. من الجاني ومن المجن عليه؟ المجن عليه احنا. لو ما السكان يعني. اه والله سكان. تمام. المجن عليه. الاداره المحليه قاعده في المكاتب وعماله تتفرج على الناس. المستثمرين عايزين يكسبوا. واللي جاي بيأجر برضه عايز يكسب. المستثمر ده مش من حقه يكسب يعني؟ الاستاذ محمد مش من حقه يكسب؟ طب يعني انا مع احترامي انا اسف في التشبيه، ابيع مخدرات واكسب؟ لا هو الراجل يعني ما بيخالفش القانون. ما انت طب مخالف القانون. لا مخالف ده مخالف القرار. لا مخالف القانون. طب هو القرار بقانون ما يبقاش مخالف القانون؟ صرف النظر عن ده، ما هي هي مدى قانونيه الامر. ما هي هي. لكن هو قال لك يعني، وهل هتقارن ده بالمخدرات؟ انا بقول مع احترامي ومع اختلاف التشبيه. تمام. لو جيت انا استاذ سامح دلوقتي خدت ارض بتاعت حضرتك وجيت رحت باني عليها واجرت، ما انا عايز اكسب. تمام. من حقك. تمام. هتيجي حضرتك تعمل ايه؟ انا كده حقي ده؟ لا ارض انا. لا انا ده حقي. عايز اكسب. هو حضرتك دلوقتي انا مش مخالف في القانون، انا راجل بنيت عماره بالقرشين اللي معايا ومش موظف في حكومه ولا موظف في بنيت لنفسك او للغير. لنفسي او للغير. تمام. ماشي. مثال حضرتك. تمام. انا بنيت لحضرتك عماره. تمام. انت جيت اجرتها، هل انا مسؤول ان انا اقول لك انت اجرت لفلان ده ليه؟ يا استاذ محمد حضرتك بتتكلم دلوقتي. طب لو اجرت حضرتك، حضرتك بتتكلم كمقاول. لا انا بكلمك كمستثمر عقاري. ماشي. انا مستثمر حضرتك. ما بص يا استاذ سامح، هو المستثمر عباره عن ايه؟ البنى النفسي يا استاذ محمد غير البنى للغير. ماشي. حضرتك انا راجل ماشي حضرتك، ما انتش مسؤول. ماشي. خلاص انا بسلم العماره لمالكها وبطلع انا من انا حضرتك ببني لنفسي. ماشي. لا مسؤول يا بيه. مسؤول يا بيه. مسؤول عن كل اللي يخش العماره. ازاي؟ كل ساكن موجود في العماره حضرتك مسؤول عنه. ازاي؟ انا هشوف ده جاي منين وراح فين وقاعد ازاي؟ هو ده بقى اقعد غفير انا حضرتك على العماره؟ نفس اللي حصل في انا اقعد غفير على العماره حضرتك؟ نفس اللي حصل في تفجير الهرم. يا سلام. تلات قنابل انفجروا ما يعرفوش مين اللي قاعد في الشقه، مش هو ده؟ انا هقعد غفير على العماره حضرتك؟ ما ده اللي حصل في الهرم. انت ازاي كده؟ ده اللي حصل في الهرم. انت ازاي حضرتك بتكلمني كده؟ هي ده اللي حصل في الهرم. ازاي يعني يا استاذ؟ بس خلاص. طيب انا ماله مال التفجيرات؟ انت بتقول لي اقعد غفير على العماره؟ ازاي حضرتك كده؟ ما بتأجر لأي حد اهو. لا انا بس ما بتأجر لأي حد اهو. خلينا يا استاذ محمد، يعني هو كيف لمالك ان يكون مسؤول عن العماره سواء حد دخل او حد طلع؟ يعني هو سامح. كيف له ان يكون مسؤول عن؟ استاذ سامح بص، احنا اتعلمنا ان المدد القصيره لازم. والراجل قال لك انا غفير على العماره. مش موضوع غفير. بتقول انا غفير؟ مش موضوع غفير. يعني كل واحد هيبني عماره يا استاذ محمد هيبقى مسؤول عن اللي بيدخلها واللي بيطلعها؟ لا مش موضوع. انا راجل باجر او انت حضرتك لسه بتقول كده يا استاذ محمد؟ انا بتكلم على مستاجر يا استاذ محمد. طب بعد اذنك خلينا بس. انت حضرتك بتقول انت بتبني. لا لازم تبقى مسؤول عن العماره. تبقى مسؤول ازاي؟ ما هو حضرتك يا استاذ سامح بتشبه ليه يا استاذ سامح يعني؟ يا استاذ محمد انا عايز افهم حضرتك. انا بس عشان انا يا استاذ والله يا استاذ محمد انا مسؤول. انت اشتريت عندي محمد 20 واحد عماره فيها 20 شقه. استاذ محمد انا مسؤول عنهم. استاذ محمد لو سمحت دعنا نضبط الحوار بس مش عشان الناس نتكلم بصوت العالم. بعد اذنك يا استاذ محمد بس عشان الناس تقدر تسمعنا ما يبقاش فيه ضجيج في الاصوات، يعني ده بيحدث ضجيج الناس ما تقدرش تفهم. يعني انا برد عليه يا استاذ سامح. الصوت العالي يا فندم مش معناه قوه الموقف، قد يكون الصوت العالي. انا برد عليه حضرتك. ماشي اتفضل يا استاذ محمد. احنا دلوقتي انا ما بقولش حضرتك بتفجر، انا بقول نتيجه التراخي في ان انا اتاكد من الناس اللي جايه تسكن عندي. هو مالك؟ مين هو؟ ازاي ده يا استاذ سامح؟ انا جاي بعمل عقد مع حد. تمام. كمؤجر يعني؟ كمؤجر. انا راجل العماره دي بتاعتي. بتحرى عنه؟ لا مش بتحرى عنه. انا ببيع لاسره. تمام. انا شايف الاسره. لما بيجي حد العماره بتاعت الهرم اللي حصل فيها التفجير دي ايه اللي حاصل؟ ناس تأجروا شركه كمبيوتر وطلعت الناس بيفجروها. لا ده طلعت حاجه تانية خالص. طلعت حاجه تانية. ده الراجل اصلا صاحب العماره مدي لمكتب استثمار عقاري هو اللي بيأجرها، ده راجل ليبي. تمام.
طيب ماشي اي مكان هي نفس الحلقه بندور فيها تمام. نفس الحلقه بندور فيها انا عايز اجر لاي حد سو ده موضوع مهم جدا لازم نطرح له حلقه عن الناس اللي بتيجي تتاجر وممكن يرتكب يرتكب وفي النهايه يا استاذ سامح انا باجر سنه تمام انا ممكن اقعد شهرين اخلص اللي انا عايزه وبقيت السنه اقفلها وامشي ان المستثمر كل ما يهمه من موضوع الفلوس طبعًا. لا يهمه قانون ولا يهمه طبعًا. مباني ولا يهمه اي شيء كل يا استاذ سامح لو هو بيهمه قانون بيبني ادوار مخالفه ليه تمام لو هو بيهمه قانون بيطلع بارتفاعات ليه عشان يكسب عشان يزود عدد الوحدات ده مش 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 معنيين بهذا الملف لو يعني شايف ان هو محول لمكتب اداري او مكتب او نشاط تجاري ما يهموش القانون ما هو يهمه الفلوس هو بيعد يهمه الفلوس هو بيعد طيب يعني انت بالاستاذ محمد بيهمك الفلوس فقط لا غير غير معني بتحويل الوحده السكنيه ايا ما كانت واي مكان النشاط ده كلام الاستاذ محمد يا ريت ترد عليه ازاي بس ازاي ده طبيعي يا استاذ محمد اقول لحضرتك على حاجه انا قلت لك انا ما بفتحش انشطه انا راجل ببيع تمليك راجل بعت لك وحده تمليك انت فتحتها تجار نشاط تجاري استاذ محمد انا مش عارف حضرتك ليه بتشخصن الموضوع على شخص حضرتك لكن انا ما بقصدكش والله يا فندم انت بتقوله لا انا بقول همك الفلوس طبعا لا انا مش همي الفلوس يا فندم اي مستثمر طب ما حضرتك بتشتغل ليه حضرتك بشتغل عشان اكسب تمام احنا فاتحين جورنان ليه عشان نكسب عشان تكسب برضه بالظبط كده اي عمل تجاري هدف منه الربح تمام. لكن الربح بالقانون مش الربح ان انا اقدر لاي حد مين قال لك ان انا مخالف القانون مين قال لك ان انا بخالف القانون انا مش بتكلم انا بقول دلوقتي في حد حضرتك قلت لي انا اقدر لاي حد صح طبعا يعني ايه تاجر لاي حد انا لاي حد ايوه اجر لاي حد بس لو هو هيفتح اي نشاط من الانشطه اللي حضرتك بتتكلم عليها اقول له والله اروح للجهه المختصه لا طب لو مش حد مش هيفتح اي انشطه حسيت ان هو شخص يعني كده ولا كده شكله مريح طبعا ما ينفعش طبعا ما ينفعش يا استاذ سامح الكلام ده يعني انت ما تاجرش لاي حد لا ما باجرش لاي حد طبعا انا ما كانش عنه؟ لا مش هتحرى عنه ولا حاجه إيه؟ ما كانش راجل من اسره محترمه يعني ما يعني هتبحث ورا اسرته يعني مش اي بص يا استاذ سامح كلنا معروفين انا معروف منين ازاي حضرتك في القاهره وانا جاي لك من منطقه وجاي اتاجر عندك انا معروف لك منين اي يعني معروف استاذ سامح معروف ان ده محامي مثلا والاستاذ محمد معروف انه صحفي والاستاذ محمد معروف ان راجل صاحب شركات كذا 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 طيب ماشي مش منطقي طيب خالص طيب يا استاذ يعني مش منطقي كلام الاستاذ محمد مش منطقي لا اصل معروف ازاي اصل مش مكتوب على وش يافطه يعني الواحد يعني بس حضرتك ممكن يعني يكون تتهم بعدم المنطقيه في الحديث هي يعني؟